ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور محمد النجار، اخصائي زراعه وتقويم الاسنان جامعه باري، عضو الجمعيه الامريكيه لتقويم الاسنان. النهارده هوريكم جهاز جديد لسه جايبه، احدث جهاز يقدر يعمل سكاننج، يقدر يعمل سكان لاي حاجه حرفيا. تعالوا بينا يلا نشوف. جبت لكم جهاز باندا بي 3، ده احدث جهاز بيقدر يعمل سكاننج لاي حاجه حرفيا. الجهاز ما شاء الله تحفة، كأن ما فيش أي حاجة بقى، يعني حلوة قوي. لكن الأول كان الدكتور بيحط لي حديدة فيها عجينة من جوه، المادة دي كانت بتحسن أن أنا عايزة أرجع، كانت وحشة قوي. غير الحديدة كانت بتضغط على اللسة من جوه، دكتور وبيضغط من بره على الفك عشان ياخد المقاسات كويس، لا كان وجع من بره وجوه في كل حتة، كانت مش كويسة خالص. بعد الجهاز؟ لا، بالجهاز أحسن بكتير وأفضل بكتير جدا، في فرق كبير جدا حرفيا. طبعا اللي يعرفني يعرف ان انا ماليش في المجاملات خالص. التعامل مع شركه في سيرام حقيقي كان من الطف التعامل بالنسبه لي. الناس متعاونه جدا، الافتر سيز بتاعهم تحفه، متعاونين لاقصى حد، حرفيا كنت بزهقهم كل شويه رن اتصالات كل حاجه. واتمنى والله التعامل يفضل مكمل على طول كده بالشكل الكويس ده.